السلام عليكم يا عمي. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا ابو خضر؟ الله يسلم مساك. الله يسلم مساك يا عمي. يرضى عليك. صل على النبي يا عمي. اللهم صل على سيدنا محمد. تعرف عند الحاج تعبان، يعني زي ما بقولوها رجع في الدنيا ورجع في الاخره، يمكن باي وقت، يعني باي وقت، بس انا قاعد بص عليها الدكاتره يقولوا لي اعظم الله اجركم. فمشان هيك دعم انا فكرت قلت خير البر عاجله، ان اجي انزل احضر الابير واحضر كل الامور العزاء عشان انا اهيئ اموري. فيا عمي اظن بعرف انه في عندكم انتم هنا مقابر قبور فاضيه. موجود. قديش حقه يا عمي؟ 1000 دينار. في شيء مجال؟ انا لو فيها مجال عيب علي، والله ما فيها مجال. طيب يعني شو خساره معك؟ 1000 دينار. طيب يا عمي 1000 دينار. حياك الله يا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا عمي. دي فينك يا اخي؟ صلى على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بتعرف هذا ما هو العين العنايه المكثفه، بقدر تقول يعني تقريبا 100. فبدي يا سيدي العزيز بعينك الله تفحر القبر وتجهزه عشان مجرد ما يقولوا هيو مات الله يا رب يسهل طريقه لنجيبه نحطه على القبر. ان شاء الله. شو بدك تعمل حياتك؟ نفحر لك اياه ونجهز لك الرمل والمي والعده كلياتها. طيب انا خليني هيك اروح اتفيلي مع مغسل وهي الامور، مغسل واشوف لي كراس وحاجات احضر الامور. طولوا بالكم يا جماعه الخير، انتوا موتوا الزلمه ودفنتوه وعلى قيد الحياه، فينا روح وفي روح يا رجل، يمكن احنا نموت قبله يا رجل. يا عمي على راسي. ما هو يا عمي انت مش عارف، هي احنا الشباب تاخذيش بالكلمة، الواحد فينا تعبان بيطلع عند، انا جيت من المقبرة مشيت هون تلهت تاخذيش، اي بس الله يعطينا طول العمر ونعيش يا عمي. ثلاث ارباع عمره الحاج برضه كبير بالعمر يا عمي، الله يعطيه العافية. استوى يعني زي ما بقولوها تيني، استوت يعني بكفي يعني، الله يعطيه العافية. بعدين ايش تاخذيش بالكلمة، ايده بالمية مزل بايده بالنار. طب احنا تاخذيش بالكلمة بين مستشفى لمستشفى ومن دكتور لدكتور، والله احنا تعبنا واحنا مرضنا، احنا بنقول الله يهون عليه يا عمي بس. قول يا الله يا رجل، الاعمار والارزاق بيد الله يا رجل. ماشي يا عم، ماشي يغلف عليك يا عم. يلا اشوفك على خير يا عم. حياك الله. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. حياك السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. قانون متوفي، شفت جنازة طالعة من هوني. شفت الشاب اللي أجا أعطانا عربون عشان بدي يدفن أبوه، كان أبوه مختار تعبان، اللي توفى الشاب هو بذاته اللي أجا أعطاني عربون. شو بتقول؟ هو اللي مات الشاب؟ هو بذاته توفى الشاب اللي أجا أعطاني عربون. لا يا زلمة، هذا اللي صار. وكان مفكر حاله المسكين إنه بدي يدفن أبوه وأبوه دفنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأعمار والأرزاق بيد الله، سبحانك لا إله إلا أنت، إن لله وإنا إليه راجعون. ما كانش يعرف الشاب المسكين إنه القبر انفحر إله، اللي كان أبوه تعبان بده يموت مات الشاب. قلنا لك الله يرحمك إنه يمكن يموت قبل أبوه، قلت لا أبي تعبان وأبي على فراش الموت، وروح جهز كل أمورك، المغتسل والكراسي والمغسل، وجهزت القبر ودفعت حق القبر. مسكين الله يرحمك، والموت والحياة بإيد الله، ومش كل واحد في الدنيا بيموت من المرض. الله يرحمك ويغفر لك، الموت بإيد الله والحياة بإيد الله. الله يرحمك، رحمة الله عليك، ما بقول إلا الله يرحمك.